عندنا تاسك لك سارلين هلا، بدك تخبرينا اذا انت شخص ايجابي. يلا. هل تعتقدين ان الاخرين هم اقل حظا منك؟ اقل حظ؟ لا، يعني ليش لا، كل واحد وحظه، كل واحد ونصيبه في هذه الحياه، فليش احس لا. طيب هل تشعرين ان اجمل ايام حياتك تعرضت للسلب او النهب بسبب الاخرين؟ لا، ما حد يقدر ياخذ حياه احد، يعني انت تحسس نفسك الشعور، بس لا ما حد. عشت حياتي باحسن حاجه يعني قدرت اعيشها. طيب تعتقد انه بوجود عوائق وعرقيل ممكن تعوق مسيره حياتك؟ طبيعي، يعني الانسان عشان يوصل الشيء اللي يبغاه لازم يتعب ويجتهد ويفشل وينجح، هذا الطبيعي. اصلا مش طبيعي ان كل شيء يكون سلس، ما في تحدي يعني، فالتحدي هو اساس النجاح. طيب هل تشعرين بالتعب فور الهمه هل تشعرين بالتعب وفتور الهمه بلا سبب واضح؟ لا مستحيل، اذا بتعب اتعب لاني مضغوطه من الشغل او تعبانه من اشياء كثير، بس لا مستحيل يعني ما يكون عندي سبب لهالشيء. طيب بتفكري انه الحياة كلها تعب شيء؟ لا لا اكيد في ايام راحة. تشعر شيء بفقدان الامل؟ يمكن لما اكون ازعل احس شوية انه معنوياتي تحطمت، بس عبارة عن ساعة ساعتين اوف رجعت سالين طبيعية واقوى من قبل، فلا. طيب تشعري انك سعيدة بنفس قدر سعادة الاخرين؟ كل واحد إلى مفهوم السعادة، أنا سعيدة على كل الأشياء اللي الله أعطاني إياها لأن أشياء جميلة وعظيمة فوق ما توقعتها، فأكيد سعيدة. طيب بتوعك اليوم من النوم وأنت تشعر أنك سعيدة؟ الحمد لله، إيه دام أني أنا أقدم كل يوم برنامج لايف ستايل كذا أحس أني أنا سعيدة، لأن هذا الشيء اللي أنا أتمنى. أدبت أي محالك من 1 إلى 10 بالسعادة؟ عشان أكون فير بقول 8، ما وصلت العشرة، العشرة لما يكون وصلت الأشياء اللي أنا أبغاها. طيب مين بتقيمي 10/10 سعيد بين رفقاتك الموجودين باللايف ستايل؟ لا ما أحد وصل السعادة 10/10 مستحيل، كلهم كذبين. كلهم كذبين. بعدهم عندهم أشياء إن شاء الله يوصلوها ويحققوها ونشوفهم سوبر ستارز ويصيرون أعظم ناس ناجحين وسعداء.